ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في في هذا الموجز الرياضي، ونستهله دائما بالخبر الوطني، حيث ستغادر بعثة نادي الرجاء البيضاوي بعد قليل من مطار محمد الخامس إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق كايزر تشيفز المحلي برسم الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا. طاقم القناة كان حاضرا بالملعب الوزيز وأعد لكم التقرير الآتي. غادر فريق الرجاء البيضاوي ملعب تدريب الفريق بالوزيز صباح اليوم الثلاثاء والوجهة مطار محمد الخامس في رحلة شاقة إلى دربان بجنوب إفريقيا. الرجاء سيواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي برسم ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا. الرجاء سيواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي برسم ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا. يذكر أن فريق كايزر تشيفز الذي سيواجه فريق الرجاء البيضاوي في مباريات الذهاب والإياب فريق ليس بالسهل، حيث يتصدر ترتيب الدوري الجنوب إفريقي، فحظ موفق لفريق الرجاء المغربي. ودائما في جديد فرقنا المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وهذه المرة مع المغرب التطواني، حيث أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المغرب التطواني بتأجيل مباراته على أرضية ضد كانو بلايرز في دوري أبطال إفريقيا بعد حادث سطو تعرض له فريق النيجيري في بلاده وأصاب 5 لاعبين الأسبوع الماضي. وكان من المقرر أن تقام مباراة في شمال المغرب السبت المقبل في ذهاب دور 32، لكن الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي أثناء سفر كانو بلايرز لخوض مباراته في دوري النيجيري تسبب في تأجيل المباراة. وهذه المرة وعن جديد أخبار بطولتنا الوطنية وعن أعمال الشغب بالذات، حيث رفضت الخلية الأمنية المرافقة للجماهير الودادية لكرة القدم السماح للأنصار الفريق الأحمر بالسفر إلى الخنيفرة عبر طريق 3 لولاد لتفادي اندلاع أعمال الشغب شبيهة بتلك التي عرفتها نهاية مباراة أولمبيك خريبكا ضد ممثل العاصمة الاقتصادية والتي نتجت عنها اعتقال عدد من مشجعي الفريق الأحمر. ومن ملاعبنا المغربية إلى الملاعب الأوروبية، وفي خبر غريب نوعا ما، حيث كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة نارية قد تحدث في فترة الانتقالات الصيفية بانتقال الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إلى نادي برشلونة الإسباني. ونشرت صحيفة آيس الإسبانية خبر نقلته من خلالها ما تناقلته وسائل الإعلام البريطانية عن احتمال مبادلة دي ماريا نجم ريال مدريد السابق بالدولي الإسباني بيدرو رودريغيز لاعب النادي الكاتالوني،
وذكرت الايس ان انخيليتو قد ينتقل الى البلوغرانا في صفقة مبادلة مع بيدرو، وصفتها بالمفاجأة النارية بسبب استياء المدرب الهولندي لويس فان غال من مستوى اللاعب. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الموجز الرياضي، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.